السلام عليكم، انا مهندسه في الاطار في الاداره العموميه. خرجت اليوم كنحتج بطريقه سلميه، كنطالب بحقي في الاختيار كبلد ديمقراطي، وكنامل بالحريه وبلادي. من نهار انا عندي كذا 40 عام ما عمري اشتريت شي في بلادي. انا دابا هاد النهار وليت كنفيق مخلوعه، كنمشي للبنكات اللي تيخليونيش ندخل، تنمشي الاداره ديالي غادا دايا في جيبي النمره ديال العون القضائي. كل نهار تنقول اليوم غيخرجوني من الخدمه، ولادي كنقريهم في البعثات الفرنسيه بزباله الفلوس، وكل نهار كنخاف تنقول لهم يصيفطوا لي ميساج اليوم غيطردوا لي الدراري، غدا يطردوا لي الدراري. اللهم انا هذا ممكن كناديو الضرائب مواطنين صالحين، ما خصنا حتى شي خير في هذه البلاد لحد الان، ما فهمناش هذا الشيء اللي واقع مع هذا الفاكسان. اللهم انا هذا منكر. سيدي غير جيت بالحريه، ما يضغطوش عليا، انا ما بغيتش ندير اللقاح، انا فاتني كوفيد انا وولادي، عندنا المناعه وكل شيء تيقول متفقين عليها العلماء كاملين، دونك علاش سيدي غندير اللقاح؟ عطيني ندير بي سي ار، ولا عطيني طلب لي شي تيست ديال المناعه ونديرو انا معاك، باش تقول لي لا ديري اللقاح واخا عندك المناعه. بدات شي تبرير، هادشي تيدخل فيه الشك. اللهم ان هذا منكر، هادشي خصوصا باش ان اليوم ما كاينه حتى شي بلاد، ما كاينه حتى الدول اللي سبقونا، فرنسا ولا امريكان ولا استراليا اللي وصلوا حتى دابا الديكتاتوريه تقريبا، راه هادشي ما كاينش. ان تمشي اداره عموميه يقول لك لا الباس، نمشي انا ولدي للمدرسه ويجريو عليه، اش من دستور هذا، اش من حق؟ اللهم ان هذا منكر، هادشي اللي